السلام عليكم اخواني اخواتي وصباح الخير. انا عند رف ارض الطبيعه، طبعا هذا مو دعايه لهم ولا بالعكس، هم يستاهلون على عيني وراسي لان منتجاتهم 100%. زين خلينا نتكلم. دائما انا اتكلم عن فلفل كايان، حلو. الناس شنو تاخذ؟ تاخذ البابريكا؟ لا، انا اتكلم عن فلفل كايان، مكتوب عليه فلفل كايان. حلو، حق شنو بالضبط؟ عندك شقيقه، الم بالراس، صداع، عندك التهابات، عندك الام، على طول تاخذ الفلفل كايان. ليش؟ لانه يحتوي على ماده الكابسيزن. لحظه بضاري، شنو الكابسيزن؟ الكابسيزن هذه مضاد للالتهاب وللالام. يعني انا عندي شقيق عوار راس اقدر اخذه؟ ايه، ولكن خل اقول لك طريقته. ملعقه الشاي تحط ربعها مع كوب ماي وتشرب من مره الى مرتين باليوم، العوار بسرعه راح يختفي. وايضا في مضادات اكسده جدا عاليه، وايضا في فيتامينات ومعادن. يا جماعه اقروا عنه، اقروا عنه، وايد وايد ممتاز. اصلا من يعورني راسي على طول هذا، ومعاي بكل سفره بكل شيء. يا جماعه فلفل كيان العلاج الاول للقلب والشرايين. ليش؟ اسمع السالفه هذه. في عالم اعشاب اسمه جون كريستوفل، حلو، هذا اكتب بالنت راح يطلع لك. هذا الشخص كان عنده مشاكل بالقلب بعمر 35، وكل الدكاتره قالوا له انت خلاص سنه سنتين باي باي، لان شرايينك مسكره وقلبك وايد تعبان. كان يقول لهم اوكي. قام استخدم فلفل كيان، استخدمه سنه سنتين، بعمر 45 راح سوى فحص. ولما سوى فحص استغربوا الدكاتره، هذا انت؟ كان يقول لهم ايه، ويسووا له فحص ثاني وثالث ورابع. المهم الكل انصدم، كان يقول له ايش فيكم ايش فيكم؟ كان يقولوا له مستحيل، هذه شرايينك، شرايينك عمر 21 17 سنه، ورب لك الحمد والله طول بعمره. يا جماعه فلفل كيان مهم جدا، يبطل لك الشرايين، يوصل الدم حق الاطراف، للذاكره. ليش انا اقول دائما للذاكره؟ لان اي شيء يوصل الدم حق الاطراف ذاكره راح تصير زينه. لا تخلي